مشروع دار أزياء تسليم من قرية ابتدائي المكة مسجد كروم ونحف مدينة طمرة ترعرع وخرجت كل من المصممات ريم سعيد آمنة مدى فاطمة حجازي وفاطمة قشقوش. اللواتي لم يستسلمن يوما وثابرن من اجل تحقيق حلمهن. استقبلوا معي كل من مصممات الازياء والرسامه المبدعه التي لطالما لقبت بالملكه آمنة مدى من مدينه مدى. وصاحبه الوجه البشوش التي واجهت كل الصعوبات لتكون اليوم على ما هي عليه مصممه الازياء فاطمة قشقوش. والرائعة التي شغفها عالم الفن فبادت اليوم مصدرا للشغف مصممة الأزياء فاطمة حجازي من طمرة. وأخيرا مؤسسة مبادرة النساء من تجارة مصممة الأزياء الملهمة ريم سعيد. تفضلنا المنصة لكم فاليوم يومكن واترك لكم الحديث. شو هن يعملوا هيك حدا في عليها هلا بحضور؟ احنا بنتشرف فيكم وبنحب نقول لكم احنا يمكن مش اي بنات بعمر ما عملوا هيك اشي بس الكل بيقدر، احنا مش احسن من اي حدا ولا حدا احسن منا، احنا كل الفكره انه احنا تعبنا كثير، اشتغلنا كثير، سهرنا كثير، مشان 8 شبه منا مش، تخانقنا، ضحكنا، ما ضقناش بعض مرات، بس بالاخر الحمد لله وصلنا هذا اليوم، احنا فخورين بكل شيء وصلناه، وكل شغله عملناها، بالشغله اللي فشلنا فيها، بالشغله اللي نجحنا فيها، اهلا وسهلا فيكم. والعيلة الأهل الحباب أشخاص حتى ما نعرفهمش أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بالجميع ووجودكم معنا جدا مشرفنا ودعم كبير لإلنا يعني زي ما قالت ريم هو مشروع مش هواية اللي إحنا بلشنا فيه من ناحية شغل تعب جهد فأهلا وسهلا فيكم وعن جد تقديرا وشكرا لكل واحد فيكم. الحبايب من قلب الغوالي أهلا وسهلا فيكم طبعا نحن مبسوطين بمشاركتكم معنا اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم احنا كثير 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 مبسوطين فيكم انا امي وريم وفاطمه كثير تعبنا لما وصلنا لهون ما كانش شيء هوين علينا شيء بالنسبه لي بنت قويه احنا قوايا احنا كتله واحده احنا لو كل واحدة كانت لحالها ما كانتش وصلت لهون، احنا عشان بعض مع بعض وصلنا لهون، انا بحبكم وبحبكم انتم. ابراز القوة، ابراز عملية النجاح، إذا كانها عملية نجاح بتخص رجل أو امرأة، أنا في نظرتي فيش فرق بين الرجل والمرأة، كلنا خلقنا اليوم كنا خلقنا سواسية، هذا العمل يعني بدل على فعلا قوة الإنسان قبل ما يكون قوة المرأة. ففي اللحظة اللي احنا بنكون كمجتمع راقي ما بيميز بين المرأة وبين الرجل إنما بيعطي حق لكل إنسان عنده قدرة ينجز يثبت فساعتها احنا ممكن نكون أشخاص فعلا متحررين، فعلا أشخاص اللي بنقدر نحصل على كثير أشياء بدنا إياها، ولكن إذا بدي أهتم في شؤون المرأة فعلا وفي هذا العمل الجميل الرائع اللي بس بيتنزل له الطاعة، هذول الأربع صبايا قاموا بعمل كيف أنتم شايفين قليل جدا ممكن يكون في إنسان اللي يقدر يقوم في شيء عن هالزي، فأول شيء خلينا نزقف لهم. أنا انطلب مني أعمل محاضرة